بمرور الزمن ما زالت وستظل كرة القدم هي شغفنا الوحيد ومصدر إسعادنا، هذه الساحرة المستديرة التي أسعدتنا جميعا يوما ما. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم الجديد الكلام في ملعبنا. في بداية حلقتنا النهاردة أحب أعرفكم بينا وأحب أعرفكم ببرنامجنا. هنكون معاكم النهاردة أنا إسلام السعيد عبد المنعم وزميلتي نجلاء عبد الباسط وزميلتي روزينة يوسف. برنامجنا هيكون برنامج رياضي اجتماعي شامل هنتكلم فيه عن أهم وأبرز أخبار الكرة المصرية والكرة العالمية، وهنناقش فيه أهم القضايا اللي بتخص مجتمعنا المصري. وهنبتدي حلقتنا النهاردة بأهم أخبار الكرة المصرية والكرة العالمية. وأول خبر معانا النهاردة في حلقتنا هو مطالبة النادي الأهلي بتأمين بعثة الفريق في السودان خلال المباراة اللي هتقام بين النادي الأهلي المصري ونادي الهلال السوداني يوم السبت القادم إن شاء الله على ملعب الجوهرة بالسودان، وذلك لتجنب عدم أي مناوشات أو أي مشاجرات من قبل جماهير نادي الهلال السوداني. إن طبعا كلنا شفنا في الأيام الأخيرة كم التهديدات اللي حصلت من قبل جماهير نادي الهلال السوداني. طبعا كل التوفيق للكبيرين النادي الأهلي المصري ونادي الهلال السوداني طبعا، ونتمنى ما نشوفش أي حاجة من التهديدات دي يوم اللقاء. تاني أخبارنا النهاردة في الحلقة اعتراض نادي الهلال السوداني على الحكم المغربي رضوان بن جيد اللي هيدير مباراة النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني طبعا إن شاء الله، طبعا بحجة إن الحكم بيعمل لصالح اتحاد الكرة المصري. طبعا دي كلها إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة. من أبرز أخبار حلقتنا النهاردة طبعا صرح النجم وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي السابق والمعار حديثا إلى نادي الاتفاق السعودي بخالص شكره لكافة المسؤولين بالنادي الأهلي المصري وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب. طبعا كل التوفيق للنجم الكبير وليد أزارو، ونتمنى نشوفه مرة تانية بقميص النادي الأهلي. ومن أبرز أخبار حلقتنا النهاردة هو استقرت اللجنة الخماسية العاملة باتحاد الكورة على إقامة كأس السوبر المصري بالإمارات، المباراة اللي هتقام بين الكبيرين المصريين النادي الأهلي ونادي الزمالك المصري. طبعا المباراة المقرر إقامتها يوم 20 فبراير القادم بإذن الله. واستقرت اللجنة المنظمة لافتتاح لحفل البطولة على النجم والفنان محمد رمضان ليحيي بطولة افتتاح كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر المصري. طبعا كل التوفيق للكبيرين النادي الأهلي ونادي الزمالك. طبعا ونحب نشكر كل القائمين على هذا العرس الكروي، وطبعا نشكر دولة الإمارات لاستضافتها لهذا الكرنفال الكروي. ومن أبرز أخبار حلقتنا النهاردة اتحاد الكرة المصرية بيجتمع بكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي ليناقش لمناقشة برنامج الإعداد لطوكيو 2020. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأولمبي وكل التوفيق لكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي. ومن أبرز أخبار الكرة العالمية اللي معانا النهاردة هو حسم نادي برشلونة للمهاجم رودريجو مهاجم نادي فالنسيا والمنضم حديثا لنادي برشلونة طبعا لتعويض غياب اللاعب لويس سواريز اللي تعرض لإصابة في الفترة الأخيرة طبعا وأجرى عملية جراحية في الركبة. طبعا العملية الجراحية دي هتخليه يغيب لمدة 4 شهور عن الملاعب. ومن أبرز أخبار حلقتنا النهاردة المدير الفني خافير أجيري بيدخل تاريخ الليجا الأسبانية. المدير الفني خافير أجيري المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني بيدخل تاريخ الليجا الأسبانية بعد تعادل ولا أروع مع فريقه لجانس أمام نادي أتلتيكو مدريد ليصبح من أفضل 5 مدربين في الليجا الأسبانية حصدا للنقاط. وبكده نكون خلصنا أهم فقرة أخبار الكرة المصرية والكرة العالمية، وهنبتدي نعرض لحضراتكم أهم الصفقات المتوقع حدوثها في هذا الميركاتو الشتوي 2020. وأول صفقة معانا النهاردة هو اللاعب أرسورو فيدال. بيقترب التشيلي أرسورو فيدال لاعب خط الوسط لنادي برشلونة الأسباني من الانضمام إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي ليلعب مرة أخرى في الكاليتشو الإيطالي، لأنه كان لعب بالفعل قبل كده في نادي يوفنتوس الإيطالي لمدة 4 مواسم. وكشفت صحيفة ألاس الأسبانية أن اللاعب قد تقدم بشكوى لرابطتي كرة القدم الأسبانية والدوري الأسباني لعدم حصول اللاعب على المكافآت الخاصة به. ويقول اللاعب أن نادي برشلونة مدين له بمبلغ مادي 2.5 مليون يورو. وكشفت صحف إيطالية أيضا ترحيب اللاعب بالصفقة. ومن ضمن أبرز الصفقات اللي معانا النهاردة برضه هو اللاعب جاريس بيل. بيقترب الويلزي جاريس بيل نجم نادي ريال مدريد الأسباني من الانتقال إلى ناديه السابق نادي توتنهام. طبعا
لنادي السابق توتنهام الإنجليزي، وأكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية ترحيب توتنهام بالعرض تزامنا مع انخفاض سعر اللاعب ل 75 مليون يورو. كل التوفيق للنجم الكبير جاريث بيل. ومن ضمن أبرز الصفقات اللي معانا النهارده برضه للاعبين العرب هو النجم حكيم زياش النجم المغربي. بيقترب النجم المغربي حكيم زياش من الانضمام إلى نادي أرسنال، وقد كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن النادي دخل إلى خط المنافسة مع نادي توتنهام ونادي مان يونايتد من أجل الحصول على خدمات اللاعب المغربي النجم الكبير حكيم زياش. والصحيفة أكدت أن نادي أرسنال هو الأقرب لحسم الصفقة. طبعا كل التوفيق لنجمنا المغربي العربي النجم حكيم زياش، ونتمنى نشوفه بالفعل بقميص نادي أرسنال بالدوري الإنجليزي. وبكده حضراتكم نكون خلصنا فقرة أهم الأخبار وأهم الصفقات المتوقع حدوثها في هذا الميركاتو الشتوي. هنروح لفاصل بسيط ونرجع لكم معانا ضيف قوي جدا من الدوري المصري، وهو الضيف كابتن محمد الفيوم. هنروح لفاصل بسيط ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم. مساء الصحة والجمال. برحب بزملائي، ازيك يا روزي؟ ازيك يا اسلام؟ تعالوا نرحب بضيفنا النهارده اللي منورنا في الاستوديو كابتن محمد الفيوم. حصل على كأس مصر 2001 مع الزمالك فريق أول، من ناشئين الزمالك من عام 95 لعام 2001. لعب ثلاث سنين الألمونيوم، سجل 40 هدف في الدوري المصري، لعب شبين كرسي الحدود، لعب 6 شهور للنجوم. أهلا بحضرتك يا كابتن. أهلا بك. عرفنا بنفسك أكتر. محمد الفيومي، 38 سنة، ناشئين نادي الزمالك، ولعبت لعدة أندية كم كبير في الدوري المصري، وحرزت 40 هدف، وعندي بطولة كأس مصر، وحصل على المركز الرابع مع نادي اتحاد الشرطة سنتين على التوالي يا كابتن. اه مظبوط. اه وطبعا حضرتك لعبت برضه لنادي حرس الحدود قبل كده، ونادي تمام. الداخلية طبعا تمام. لعبت للمقصة طبعا تمام. حضرتك مسيرة كروية كبيرة جدا حدث ولا حرج. الحمد لله، يعني عندي عدد أندية كبيرة في الدوري المصري، اشتغلت مع مدربين كبار، والحمد لله مسيرة بالنسبة لي أنا الحمد لله ناجحة. طبعا الحمد طبعا لله. مسيرة ناجحة جدا، وتشرف أي لاعب يا كابتن محمد. ربنا يخليك ومنورنا بجد. ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن اسلام. كابتن محمد، بما أننا داخلين على تصفيات كأس العالم، عايزين نتعرف على إيه رأي حضرتك في أداء المنتخب الوطني تحت قيادة كابتن حسام البدري، وهل في هناك تطورات في أداء المنتخب مؤخرا؟ انا شايف في الفتره الحاليه مفيش اي تطور في اداء المنتخب. احنا المنتخب بيعتمد على شخص واحد بس. بدون مجاملات يا كابتن. لا لا، ما هو في الكوره، لا في الكوره صعب، في المجاملات في الكوره هتبقى الاراء مش مع حد. احنا بنعتمد على صلاح في الشق الهجومي اكتر من اي حاجه في الدنيا. طبيعي، هو راجل نجم عالمي، طبيعي ان هو حاجه احنا كلنا نتشرف بيها، شرف لاي. بس طبعا انت لو هو غاب عنك ماتش او اتنين الموضوع هيبقى صعب. لازم يبقى في حلول ولازم يبقى في بدائل. انت برضو كان جيل قبل كده الكابتن ابو تريكه والناس دي، كان عندهم طبعا ده الجيل الزاهي، عندهم بدائل كتيره جدا. اه تمام، احنا شفنا في بطوله كاس العالم لما هو غاب عننا في اول مباراه الدنيا ما كانتش سهله. تمام يا كابتن محمد. هو كابتن محمد، حضرتك شايف انه في عجز في المهاجمين خصوصا في الفتره الاخيره؟ طبيعي، ده طبيعي. احنا بقى لنا حوالي داخلين في 8 9 سنين من بعد عمرو زكي كابتن عماد متعب، في نقص جديد كتير جدا. مشكله الانديه ان هم بيعتمدوا على اللاعب المحترف اكتر من المصري في المكان ده. في حلول؟ يعني في حلول مثلا؟ هو في حلول ان انت تدي فرص او تعطي فرص للاعيبه الناشئين اللي هم زي مصطفى محمد لما موجود، كان عمرو السعيد قبل موجود في النادي الاهلي نفس القصه، كان عمر جمال قبل الاصابه. ده برضه عامل عجز، اللي انت اكبر ناديين في مصر ما عندوش فروت ثابت مصري بيلعب على طول. ده احنا مؤخرا بس مصطفى محمد، فهو ده الطفره الكويسه. طبعا الطفره الكويسه اللي هي في محمد. طب طبيعي الطفره الكويسه اللي في الكره المصريه ان هو طلعوا لنا فروت، بس بعد معاناه، ما يمشي من الزمالك. احنا بنعتمد يا كابتن محمد على مهاجمين دايما افارقه، دايما مهاجمين يعني من الطراز الاول، وده طبعا يعني بيسبب عجز كبير. عندنا عجز كبير قوي بالنسبه للمهاجمين في مصر. هو المشكله ان انت العجز بالنسبه لك ان انت بتتكلم في اكبر 3 انديه في مصر، اهلي الزمالك الاسماعيلي، اللي هم بيعتمدوا اكتر على اللاعب الافريقي او اللاعب المحترف ايا كان. مع ان عندنا يا كابتن محمد يعني خامات كبيره قوي بالنسبه للمهاجمين المصريين، بس اعتقد ان مفيش اهتمام. لا هو مفيش اهتمام،
هو دايما عشان الاهلي الزمالك اسماعيلي بيلعبوا على البطوله، فطبيعي ان انا مش هدي فرصه لواحد اذا كان ناشئ مصري ان هو يبقى موجود على طول. كميه الضغوط اللي بتبقى عليه، احنا جربنا الموضوع ده واحنا بنلعب، الضغوط لو انت مش متعود على الضغوط ومتعود على الحاجات في الدوري ده او في المنتخب، جمهور، ضغط مباريات، تصفيات كاس عالم، تصفيات كاس امم، بيبقى عندك مشكله. هو طبيعي الحل ان هو بيجيب لعيب محترف بيعتمد عليه، وده اكتر في النادي الاهلي احنا شايفين من بعد كابتن عماد متعب، كابتن عمرو زكي. كابتن عمرو زكي موضوع صعب جدا. طيب كابتن محمد، بحكم مسيرتك الطويله في الدوري المصري الممتاز، يا ترى حضرتك شايف ان في تطور ملحوظ في الدوري المصري الممتاز في الفتره الاخيره، وايه هي ابرز التطورات دي؟ بص، هو التطور ان انت تبقى عندك مسابقه متواصله دايما، مفيش انقطاع، مفيش تاجيل، تحديد ملاعب من بدري، مع مواعيد المباريات من بدري. هي دي بس المشكله اللي كانت بتواجهنا احنا كمان كنا بنلعب. النهارده ما انت ما تعرفش انت تلعب في انهي ملعب وفي انهي مدينه في انهي بلد، فده بيبقى سبب لك مشكله. انما الفتره الاخيره احنا طبعا عارفين عشان الظروف البلد والقصه دي، فطبيعي ان انت بيحاولوا يلاقوا حلول في الملاعب في مواعيد المباريات. ممكن ماتش اهلي يتاجل، ماتش زمالك يتاجل، حسب برضو المواعيد بتاعه البطوله الافريقيه بالنسبه للاهلي او الزمالك. طب من وجهه نظر كابتن محمد الفيوم، يا ترى انت شايف ان الدوري المصري بقى من اقوى الدوريات العربيه في الموسم في الفتره دي؟ بص، يا في اخر فتره ممكن، يعني في اخر فتره ممكن، الفترة اللي هي الفتره اللي احنا عدينا المرحله بتاعت من بعد 2011، فدي بعدين دي ممكن. انما انت بتتكلم دلوقتي، ممكن ان احنا السنه اللي فاتت السنه دي ممكن يبقى في تطور، لان طبعا بقى عندنا كابتن محمد طبعا مدربين كبار جدا مثل رينيه فايلر طبعا، ومدربين كتار اجانب طبعا معروفين جدا، وبقينا بنعتمد طبعا على لعيبه كتيره، يعني لعيبه معاره كبيره طبعا زي اللاعب اليوباتجي اللي لسه قادم للنادي الاهلي طبعا من الدوري النمساوي. تمام، ما انا بقول لك يعني ماتشات الاهلي، الانديه الاهلي الزمالك القصه دي كلها، لما بيجي محترف بيجي بيمشي من عندك بيروح مكان كبير، فدي بتسمع طبعا في الدوري. بعد انتقال صلاح، تريزيجيه، حجازي، النني، الموضوع بقى بالنسبه لنا احنا بياخد شكل تاني، ان انت بالناس بتبص ان انت بدل ما عندك 10 محترفين بقى عندك 20 30. فطبيعي ان الدوري بيبقى قوي بكده، احتكاك اهلي احتكاك زمالك مع الماتشات الكبيره بتسمع طبعا في المنطقه. هي بس قصه الجمهور اللي احنا مفتقدينه شويه، هي دي بس العامل المؤثر علينا طبعاً. في المنطقه العربيه، الشعب المصري كله مفتقد جدا الجمهور في الملاعب طبعا. ما دي بتحاول او دي بتساعدنا احنا ان انت الدوري بتاعك بيبقى قوي، على اساس ان انت بيبقى عندك تتحمل ضغوط عندك بالنسبه عشان تطلع منتخب، ما تلعب قصاد 20 30 40 50 الف متفرج، فالقصه بتفرق. يا ترى كابتن محمد ممكن نشوف طبعا الجمهور في الفتره القادمه؟ واحنا بنشوف على في الماتشات الافريقيه، بنشوف ماتشات المنتخب. لا انا بتكلم في الدوري المصري. لا دي ممكن تكون هتاخد شك ان انت، والحل اتعمل قبل كده في بلدان قبل كده اخرى، ان انت لو انت عندك الماتش بتاعك كاهلي انت بتدخل جمهورك بس، نظرا عدم مشاكل الزمالك نفس القصه، ده ممكن يكون حل ان انت تلاقي الجمهور بعد شويه يبقى موجود. تمام يا كابتن محمد. كابتن حضرتك شايف ان منتخبنا الوطني يقدر يوصل لكاس العالم سنه 2022 ويتخطي دور المجموعات؟ بص، هو احنا نوصل ده ممكن يكون سهل، انما تخطي دور المجموعات ده بيبقى عايز حاجه تانية غير التفكير بتاعنا، اللي هو احنا بس نوصل اداء مشرف ان احنا وصلنا زي كاس العالم اللي فات. ده مشكله احنا من البدايه، طبيعي ان انت بيبقى عندك زي منتخب الاولمبي بيتعدوا بعد كده كاس العالم ده مع البطولات، اللي هو البطوله اللي خدها، البطوله الامم الافريقيه اللي خدها طوكيو، ده يساعدك في كاس العالم اللي جاي. لو الجيل ده زياده 2 3 من الجيل اللي موجود حاليا، ممكن ان شاء الله نعدي المرحله بتاع المجموعه. انا حضرتك ممكن، يعني حضرتك شايف ان احنا ممكن نعدي التصفيات عادي، بس مش ممكن ان احنا نوصل نعدي دور المجموعات؟ لا، هتعدي دور المجموعات لو احتفظت بالمجموعه بتاعه المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب، باضافه عليهم لبعض العناصر زي صلاح، زي تريزيجيه، زي الناس اللي هي ممكن يبقى برضو في السن قريبين منهم، هتلاقي الموضوع بالنسبه لنا سهل. زي ما احنا بنشوف الجزائر، زي ما بنشوف ده كله، هم بيعدوا، مش بيعدوا عشان بطوله امم افريقيا او لا، بيعدوا عشان كاس العالم، عشان لما يعدوا مرحله بتسمع للاعيب في الحته التسويقيه بتاعت اللعيب كمان، لان هي حاجه معروفه جدا جدا طبعا على مستوى العالم، ده كاس العالم طبعا. من وجهه نظر حضرتك افضل محاجم في الدوري المصري؟ مصطفى محمد. مصطفى أكيد. محمد طيب يا كابتن محمد، من وجهه نظرك برضو ايه اقوى فريق في الدوري المصري حاليا؟ النادي الاهلي طبعا. لا مش طبعا، هو النادي الاهلي عشان الاداء والنتائج المؤخرا. ومن بعد النادي الاهلي يا كابتن محمد؟ دجله.
ده انا شايف ان هم مع المدرب ده حاجه محترمه جدا شفناها امبارح. طبعا. لا لا حاجه محترمه جدا جدا. ده السيستم بقى اللي انا بقول لك عليه، ان انت كنادي كاهلي زمالك انت بتدي فرصه للناشئ من بدايه ان هو يتعامل مع مدرب اذا كان اجنبي اذا كان مصري، بس على فكره فكره هو حاطه في الملعب او بره الملعب بيساعدك ان انت توصل للاداء اللي انت شفته امبارح من فريق الدجله. ده الاداء الطبيعي اللي هم بيلعبوا بيه من بدايه الدوري، بس هي النتائج بتتحسن لما بتدي الفرصه في وقت طويل. حضرتك شايف ان نادي الزمالك في الموسم ده اقوى ولا الموسم اللي فات يا كابتن محمد؟ لا هو الاسماء دلوقتي، انما الاداء الجماعي كان السنه اللي فاتت. فاحنا بنتمنى انا واحد زملكاوي ان الامور تتحسن شويه. طبعا احنا معانا رئيس نادي محترم جدا على شخصيه قويه جدا، يا شويه امور بس في التيم نفسه ان شاء الله الايام اللي جايه تتحسن تتظبط، هتلاقي الموضوع يختلف من نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمد. كابتن محمد حضرتك شايف محمد صلاح في نادي ايه كمان سنه؟ ليفربول. برضه يا كابتن؟ ايه السنه؟ مع ان فيها كابتن يعني اشاعات ظهرت كتير خلال الفتره اللي فاتت ان محمد صلاح يعني قريب، ممكن ان احنا نشوفه قريب جدا في نادي ريال مدريد. هقول لك انا كان عندي سابقه بالنسبه في الكوره يعني. انت عندك حاجه احنا بنقولها كيمياء في الكوره، انت ماشي مع نادي خد الاسطوره زي توتي الاسطوره بتاعت روما، كمل انت في المكان ده، الناس انت النجم الاوحد بالنسبه لمدينه ليفربول. انا مش شايف دلوقتي ليفربول ما يختلفش كتير قوي ولا ريال مدريد ولا برشلونه، ممكن تروح ريال مدريد كاسم ريال مدريد بس ممكن ما تبقاش موفق هناك او تلعب سنه وتلاقي له، انما هو دلوقتي النجم الاوحد بالنسبه لنا في مصر. عمل تاريخ كبير جدا طبعا في نادي ليفربول ومسيره كرويه. انا اتمنى ان هو يلعب في ريال مدريد ده افضل، بما اني مشجع ريال مدريد ابيض في ابيض زمالك ريال مدريد، فانا اتمنى ان هو يروح. بس هو زي ما حضرتك بتقول برضو احنا يعني الكابتن يورجن كلوب يعني في اخر تصريح ليه صرح ان الكابتن محمد صلاح هيفضل مستمر في نادي ليفربول وممكن كمان انه يجدد معاه عقد تاني. انا لو في مكانه صلاح حاليا انا هكمل في ليفربول. في ليفربول طبيعي. كابتن محمد ايه توقعاتك على مباراه الهلال السوداني والاهلي المصري؟ دي مباراه قويه ان شاء الله. دي مباراه قويه، بس انا متعودين من النادي الاهلي ان هم في المباريات الحاسمه بيعرفوا ياخدوا اللي هم عايزينه من المباراه، اذا كان 3 بونت اذا كان البونت، شفنا الماتش اللي فات عرفوا ياخدوا 3 بونت بقى مش اقل اداء ولا اقل مجهود، بس بالذكاء هم متعودين على كده. هم عندهم ميزه شويه ان هو لما الامور بتختلف في دوري المجموعات او لما بتبقى مباراه فاصله على بونت او 3 بونت بيعرفوا ياخدوه. اكيد طبعا. ده الميزه للنادي الاهلي حتى في المباريات اللي بره. المباريات اللي هنا هم بياخدوها بقى باداء قوي، وانما هناك بتوصل لحاجات ان هي توصل بعد كده للروح ان هم عايزين بياخدوا البونت الثلاثة بونت فبيعرفوا يوصلوا له في اخر المباراه. ونتمنى ان هو يصعد طبعا بما ان شاء الله. نتمنى التوفيق للاثنين مع بعض. نتمنى التوفيق طبعا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد ما هو المطلوب للنهوض بالرياضه ونعيد تاريخ الخطيب واعاده تاريخ كابتن محمود الخطيب تاني؟ الرياضه الاهتمام بالنشء، اهتمام بمراكز الشباب، اهتمام ادق تفاصيل هنا في. واحنا شفنا في الفتره الاخيره دي يا كابتن بالفعل الاهتمام بمراكز الشباب دي كانت على اعلى مستوى، يعني مش في جميع بس المدن لا وكمان في جميع القرى. تمام. فده حاجه كويسه جدا جدا طبعا. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن اسلام، هي القصه ان انت بتهتم بالنشء من صغره. تعده ازاي؟ تعده بدني نفسي عشان نوصل لمرحله ان احنا نبقى عندنا مش صلاح بس، عندنا اكتر من واحد زي صلاح يعملوا تاريخ كبير قوي لمصر وتاريخ لنفسه. مراكز الشباب انت بتتكلم في، احنا برضو مقصرين، احنا في الانديه انت ما عندكش معد بدني كويس، ما عندكش معد تغذيه، مدرب احمال، الدكتور النفسي ده بيفرق جدا. دي اللي كانت في ميزه عندنا ان احنا واحنا في سنه في الشرطه من سنه 2008 2009 ان يبقى عندك معد بدني كويس، دكتور نفساني، انت برضو بتبقى محتاج كلاعب ان انت تتكلم معاه. في ناس برضو بتتوتر من هم كبار في الماتشات الكبيره، انت لو عندك الموضوع ده من بدايه هتلاقي الدنيا اختلفت معايا انا كلاعب وانا ماشي في المراحل السنيه اللي كانت متطوره. اذا كنت بلعب في نادي صغير لما اوصل لنادي كبير بتختلف. اكيد طبعا الضغوط اللي عندك في تطور ملحوظ. الضغوط اللي عندك تعرف تستحملها او لا؟ انت لو متعود على كده من البدايه وانت صغير هتلاقي الموضوع اختلف معاك مليون في الميه. فخلاص بالنسبه بقى لحته الماتشات اذا كانت اهلي اذا كانت زمالك اذا كانت منتخب اذا كانت بطوله كاس عالم هتلاقي الامور بالنسبه لك سهله. صلاح زي صلاح دلوقتي، انت صلاح تحس ان هو بيلعب ان هو بيتبسط مش اللي هو كابتن محمد صلاح اصلا ممكن يكون بيلعب مثلا ماتشين او مباراتين في الاسبوع
لا هو دلوقتي ممكن ثلاثة كمان بس وانا بقول لك الضغوط ما دام انت متعود عليها من انت صغير فبتلاقي الامور مشيت. حتى كمان الانديه انت لما دلوقتي لما بتصرف على الانديه الجماهيريه او الانديه الشعبيه بتختلف غير انديه الشركات. بما ان انا لعبت هنا ولعبت هنا انديه الشركات مش بتهتم قوي بالعامل اللي هو اللي انا بقول لك عليه. زي انديه اهم حاجه المكسب الاستثمار، اهم حاجه ان انا ابيع فلان او ابيع كذا او ابيع كذا. انما الفرقه النادي الجماهيري بتفرق معاك بقى، نادي محافظه نادي بلد هتلاقي الجمهور مهتم اكتر بالكوره، انت بتحاول ترضي جميع الاطراف اللي هناك. بالظبط. الافضل يعني شركات مثلا؟ لا الافضل الانديه الجماهيريه. الانديه الجماهيريه زي المصري الاسماعيلي الاتحاد. طب ناخد الاتصال ده كابتن محمد معانا رضا من القاهره، اتفضل. الو الو ايوه يا فندم كابتن محمد اتفضل. كابتن رضا ازيك يا كابتن محمد؟ الحمد لله. كابتن محمد الفيومي من احرف لاعيبه مصر طبعا. اكيد طبعا. انت بتقول كده بس عشان انت صاحبي. لا طبعا دي حقيقه يعني. لا 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 دي حقيقه كابتن محمد، انت احرف لاعيبه مصر يعني. يعني انت كان بتلعب كوره لحد دلوقتي، ما كانش لازم تبطل. ما احنا اتخذنا اتجاه تاني، احنا اتفقنا احنا نكتشف بقى المواهب ان شاء الله يا كابتن. على ايدك طبعا، انت من احسن، هتبقى احسن شركه تسويق في مصر ان شاء الله، من احسن يعني مانجر في مصر ان شاء الله كابتن محمد الفيومي. حبيبي تشكر، مش قادر اقول لك انت بالنسبه لي، بس احنا عشان الهوا انت صاحبي واخويا. انت بتقول كده طبعا انت عشرتني، فشايف الدنيا ان شاء الله هتبقى بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن يعني باذن الله كده. انت محترم وحد من يعني من انظف الشخصيات اللي انا عرفتها، بس يعني ان شاء الله يبقى لك شغل كبير في مجال التسويق باذن الله. ان شاء الله. وان شاء الله يعني كده ربنا يكملها على خير. ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. نكمل حلقتنا بقى. حضرتك شايف ايه الفريق اللي حضرتك كنت بتتمنى تنضم اليه، او ايه افضل فريق اللي حضرتك بتميزه يعني؟ الزمالك. الزمالك. انا ما ناشئين الزمالك. لا هو طبيعي ان انت اتربيت في نادي الزمالك. انا ما لعبتش فتره الناشئين غير في الزمالك، من الفيوم انتقلت لنادي الزمالك على طول، فما لعبتش اي مراحل سنيه في اي مكان غير الزمالك. 95 لحد 2001 طبيعي عشرت كل النجوم بتوع الزمالك، حتى عشرت فريق الاحلام في الزمالك. هو افضل فريق حاليا؟ لا مش افضل فريق، انا افضل فريق اتمنى ان انا العب واكون موجود فيه، او انا بلعب واكون موجود فيه. تمام. طبعا نادي الزمالك هو نادي كبير طبعا، واي حد يتمنى انه يلعب طبعًا تحت فيه. بالنسبه لي اكبر نادي في مصر، هو بيت الاول والثاني والثالث يعني. انا قعدت 7 سنين وانا صغير ارتبطت بكل حاجه في نادي الزمالك، حتى ولادي نفس القصه. انا بتمنى ان هو الفتره اللي جايه دي نادي الزمالك يبقى ليها. حضرتك حضرت الكابتن المستشار مرتضى منصور وانت في الزمالك يا كابتن؟ وانا بلعب في الناشئين حضرته. انا اشتغلت شويه في نادي الزمالك من حوالي 6 شهور برضه حضرته. طبعا العلاقه بالمستشار احمد مرتضى ده كان بيلعب معايا في النادي، العلاقه برضه بالكابتن امير، كل دول كنا مع بعض في احنا في فتره الناشئين. فانا بقول لك ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك هيبقى اقوى من كده السنه الجايه، وان شاء الله باذن الله نبقى احسن مراحل الجايه. نتمنى طبعا نشوف نادي الزمالك طبعا يا رب ان شاء الله الموسم القادم باذن الله. ان شاء الله. حضرتك بتروح ماتشات لسه ولا؟ انا بما اني دلوقتي في مجال التسويق فطبيعي ان انا بحضر ماتشات. تبقى متواجد في اي ماتشات؟ طبيعي، لان انت برضو انا زي ما بقول لك هي بس محتاجه العين اللي انت تبص. بالظبط. ان انت اللعيب ده كويس بتاخده في مراحل سنيه، اذا كان كبير او صغير توديه نادي يهتموا بيه. هو دلوقتي اللي احنا بنشتغل عليه كده ان شاء الله. حضرتك اولاد حضرتك في بيحبوا المجال و انا الحمد لله ربنا رزقني بيوسف 14 سنه وعمر 12 سنه. ربنا يخليهم. فان شاء الله باذن الله نجوم طبعا ان شاء الله. زي كابتن محمد طبعا ان شاء الله في الانديه في الدوري المصري ان شاء الله. ان شاء الله. ويمكن بره كمان الدوري المصري خالص ان شاء الله باذن الله. وحضرتك مش بتمني تفتح مدرسه كره القدم؟ ما هي احنا داخلين المرحله الجايه ان شاء الله بالنسبه كشركه تسويق، ان احنا يبقى عندنا مدرسه كوره او عندنا زي مجال في استثمار ان انت تستثمر في اللعيبه دي تعلمها. عندنا
احنا عندنا هنفتح فاتحين شركه تسويق في اوروبا وفي دول الخليج ما شاء الله. فان شاء الله هي دي المرحله اللي جايه ان احنا نكبرها ان شاء الله معانا الشركه دي. يا كابتن هتاخد لعيبه من مصر من هنا هتسوقها بره في اوروبا؟ طب دي حاجه ممتازه جدا. احنا عندنا مجموعه صحاب تمام طبعا التوفيق ليك يا كابتن ان شاء الله. مش عايز اقول اسم الشركه عشان ما تبقاش دعايه. تمام خلاص بس خطوه جميله. وحضرتك لو رجع بيك الزمن ورا مين لاعب تتمنى تلعب جنبه او معاه؟ جمال حمزه. كابتن جمال حمزه الزمالك برضه. لان انا اول ما ما انضميت لنادي الزمالك كان هو انا في كابتن جمال وكابتن عمرو حسن مدير كره نادي بتروجيت حاليا واحمد كمال مدرب في نادي الزمالك ومحمود محمود وائل زنجا ناس كتير عشان ما انساش حد ما حدش يزعل مني. انا كنت بتمنى ان انا لو ان شاء الله كان رجع بيا الزمن او كنت موجود كنت العب معاه لان هو لعيب كبير بالنسبه لي وكان مثل اعلى بالنسبه لي. كان لعيب طبعا مهم جدا. طبعا لان انا اول ما انضميت رحت الزمالك رحت له على طول هو لان انا بحبه جدا. طبعا جدا. طب لو حابب توجه له كلمه يا كابتن من برنامج الكلام في ملعبنا حابب تقول له ايه؟ اقول له انا بحبك جدا انت مثل اعلى ليا ولاي حد في مصر وان شاء الله المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله تبقى من المدربين الكبار اللي في مصر ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا كلنا طبعا بنحب الكابتن جمال حمزه وانا شخصيا من اكتر الناس المعجبين بكابتن جمال حمزه. هو شخصيه محترمه جدا. اكيد جداً. طبعا. كابتن محمد الفيوم حضرتك شايف ان الكابتن ان المدير الفني رينيه فايلر المدير الفني النادي الاهلي يستطيع حظ الدوري دوري ابطال افريقيا والدوري المصري ممتاز معا؟ لا هو الدوري المصري ممكن. انما بطوله افريقيا دي برضه في النادي الاهلي في قله من الخبره شويه عند اللعيبه اللي موجوده حاليا في اماكن كتير في الملعب. بس انا شايف ان المدير الفني رينيه فايلر عمل معاهم يعني هو مدرب حاجه كويسه جدا هو مدرب كويس جدا. ما لا حد يختلف عليه. بس في بطوله افريقيا انت بتحتاج عوامل احنا كلمة على العوامل دي تبقى في مراحل كتيره جدا مختلفه القوه الخبره. انت شايف ماتشات افريقيا دي اكيد طبعا وبقى في المراحل يعني الاقصائيه دي هتبقى صعبه على النادي وحاليا بقينا بنشوف يعني فرق ما كناش بنشوفها قبل كده بتلعب بدور قوي جدا طبعا مفاجات كتير فرق يعني عملت مفاجات كتير جدا الموسم ده في دوري ابطال افريقيا. ما انا بقول لك احنا الفتره المراحل الاقصائيه بالنسبه للنادي الاهلي دي هتبقى صعبه شويه. زي المراحل الاقصائيه في الزمالك هتبقى صعبه شويه. هو مدرب كويس احنا شايفين التطور الملحوظ في اداء النادي الاهلي. فانا بقول لك بالنسبه لهم البطوله في دور المجموعات سهله انما لما تخش في الادوار الاقصائيه لا هتبقى صعبه شويه. صعبه شويه طبعا خصوصا طبعا مع كم الاصابات اللي متواجده كتيره جدا في النادي الاهلي في الفتره الحاليه طبعا. طبيعي. معانا اتصال استاذه شيماء من الشرقيه. اهلا بيكي يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. معاكي شيماء عطيه. اهلا ابو كبير شرقيه. اهلا بحضرتك. ازيك يا نجلاء منوره البرنامج. ربنا يخليكي. ممكن اسال الكابتن سؤال؟ اتفضلي طبعا كابتن معاك. لو سمحتي يا كابتن انا ولادي في سن 11 سنه وست سنين فممكن ان انا اقدر مثلا اخليهم يمارسوا الرياضه ويحبوها وكده وهم في السن ده ولا يعني يبداوا يلعبوا رياضه من امتى؟ سن كام؟ بص يا اهلا بحضرتك الاول هو الطبيعي ان تشوفي الولد حابب ايه او هو موهوب في ايه والاتجاه هو اللي هو حابب الكره الرياضه في القدم لعبه القدم. تمام يبقى حضرتك في اي نادي عند حضرتك او اي اكاديميه ماسكنها ناس عند حضرتك مدربين او اي اسماء ممكن هو يبقى موجود هناك وبيتعلم الاساسيات كره القدم بيتعلم الاساسيات المهمه اللي هي فيها علشان لما يكبر يبقى حافظ حاجه او حافظ في مجال الكوره في لعبه الكوره التحرك الوقفه القصه دي. فطبيعي الشرقيه فيها حاجات كتيره جدا ومدارس كتيره جدا طبعًا. في التعليم الكوره طبعا. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. نشكر الاستاذه شيماء جدا على اتصالك معانا ونكمل حلقتنا. كابتن محمد افضل ثلاث اهداف لنجمنا كابتن محمد الفيوم في الدوري المصري. طبعا حضرتك ليك اهداف كتير جدا كتير كتير وكلنا عارفينها طبعا بخصوصا طبعا هدف كابتن محمد في النادي الاسماعيلي في كابتن عصام الحضري ده من افضل الاهداف اللي شفتها في حياتي طبعا. ده افضل هدف بالنسبه لي برضو ده رقم واحد طبعا. انا عايز اقول لك يا كابتن ان انا اتفرجت على الهدف ده اكتر من 50 مره وبرضو مش بمل ان انا اشوفه من تاني. انا اتفرجت عليه 100 مره ومش مصدق ان هي دي طبعا. لا طبيعي لا لا اسطوره زي كده ان انت تحرص في هدف بالمسافه دي بالقوه دي اللي راح من على مسافه تقريبا 40 يارد يا بالقوه بتاعه الكوره دي في وقت زي كده وانت بتلعب قدام النادي الاسماعيلي في اسماعيليه طبعا حارس عظيم طبعا زي كابتن محمد. نطلع نشوف الهدف ونرجع تاني.
ورجعنا لكم من تاني ورجعنا لكم من تاني طبعا زي ما شفنا حضراتكم. دول كانوا افضل 3 اهداف طبعا للكابتن محمد الفيومي. طبعا الهدف كابتن محمد الفيومي في نادي الاسماعيلي في كابتن عصام الحضري، والهدف برضو الافضل ليه طبعا هو الهدف في مرمى النادي الاهلي طبعا اللي كلنا طبعا مش ناسينه، وهدفه طبعا في نادي الزمالك. ومكملين معاك يا كابتن محمد، وحابين نسالك كيف نعد يعني جيل من الاشبال للاحتراف، يعني عشان نعد جيل من اللعيبه الصغيره حابين نخلوهم يحترفوا نعمل ايه؟ اهتمام او اول ايه هي حاجة الخطوات؟ اهتمام اول حاجه بالمدرب. تمام، ده اول حاجه في تطور الناشئ بالمدرب. انت عندك سي في مدرب لعب فين وخد بطوله قد ايه ومعاه مؤهلات قد ايه ونفسيا بيعامل الولد ازاي، سلوكيا نفس القصه، لان احنا في مدربين كتير قوي على المستوى ده، وفي مدربين بيبقى الخبره عندهم قليله في التعامل مع النشأة او التعامل مع الولد الصغير وهو بيلعب. انت ممكن هو بيلعب الصغير ده سيبه يلعب يتبسط، بس تعلمه تفهمه الدنيا ماشيه يعني في الكوره ماشيه ازاي، ايه التحرك، ايه الباص، ايه ما تزعلش في حاله الخساره كذا كذا. انما في مدربين تاني تلاقي صوت عالي، تلاقي بيخوف الولد، تلاقي اهم حاجه ان هو يكسب، وده طبيعي ان انت في اوروبا او الدول دي ما بتفكرش ان انت طبعًا تكسب. كلنا أو بنشوف انت طبعا المدربين في اوروبا بيتعاملوا ازاي مع اللعيبه، بس هو ده اهم حاجه في الولد هو صغير، ان انت بتعلمه في الاول اساسيات الكوره، بتعلمه في الاول انا بقول لك اتحمل الضغوط اللي عنده اللي هتبقى عليه في الكوره لما يكبر، لما يبقى هو صغير في نادي الزمالك الضغوط اللي عليه في نادي الزمالك لما يلعب النادي الاهلي، لعب الاسماعيلي، يلعب على بطوله كاس مصر، يلعب في الدوري، يروح منتخب، هل هو هيقدر يكمل المسيره دي ولا هتبقى الامور صعبه؟ فاهم حاجه، كل اهم حاجه في المنظومه كلها هتبقى المدرب. بعد كده بترجع للادوات اللي موجوده، النادي، الملعب، الكور، الملعب نفسه. يعني احنا دلوقتي بنشتكي من ملاعب الجيل الصناعي ان هي طبيعي ان انت بتاثر على الولد الصغير لحد ما يوصل 20 سنه 19 سنه، تلاقي الامور بالنسبه له عوامل جسمه بقت مختلفة، بقى فيه اصابات، لان الملاعب زي دي بتعمل اصابات كتير. كابتن، طب هو بيتأسس من سن كام؟ يعني هو ممكن تلاقي ولد موهوب وعنده 4 سنين 5 سنين وفي 3 سنين ده بيبقى مدرسة. دي موهبة، دي بقى موهبة الصغير ده بيبقى موهبة من عند ربنا. تحكم في الكورة بتبقى ماشي ازاي، عاملة ازاي. لكن هو اصلا السن من 4 سنين؟ لا، هو مش شرط يبقى 4 سنين، هو الشرط ان انت الموهبة بالنسبة له هو فعلا عنده موهبة ولا ما عندوش موهبة. لان في دلوقتي اولياء امور بتحكم او تخصب على الولد ان هو لازم يلعب كورة، فدي هو ما بيحبهاش، فانا عايز يلعب حتى كيف. لو انا ما بحبش حاجة مش هعملها، انما انت موهوب، فبتلاقي الامور بتبدا بقى تهتم بيه. وفي اولياء امور دلوقتي بيهتم، انا والدي كان كده وانا في 95 كنت باجي من الفيوم نادي الزمالك، نفس القصه، انا عندي حاجه هو ممكن يكون شايفها فبدات اتعلم نفس، انما في حاجات تانية. كان عندك كام سنه يا كابتن ساعتها؟ 13 سنه كنت لسه برضه صغير يا كابتن. كان والدك بيسيبك تروح تسافر من الفيوم لحد هنا لحد نادي الزمالك؟ ما هو انا بقول لحضرتك انت لو مهتم بابنك هتعمل اي حاجه. هو بقى كانت زمان الدنيا سهله، ما فيش بقى قلق، ما فيش المشاكل دي كلها، بتيجي على النادي على طول بس. فهي انا بقول اهتمام الطفل بموهبته، انت تساعده او لا، لو ساعدته هتلاقيه في المراحل السنيه بقى حاجه كويسه. تبدا بقى للنادي كمدرب، كتخطيط احمال، كتخطيط جسماني، زي شفت صلاح دلوقتي من 3 سنين 4 سنين من غير دلوقتي اكيد طبعا في تطور كبير او ملحوظ طبعا. يعني كريستيانو شوف ما الفيديوهات بتاعه ابنه، بص حاجه غير طبيعيه. كابتن محمد، حديثنا معاك ما خلصش، بس الوقت سرقنا، فبنقول لحضرتك شكرا وشرفتنا بجد. في الختام بشكركم اعزائي المشاهدين على مشاهدتكم برنامجكم الكلام في ملعبنا. الاسبوع اللي جاي نضيف حلقه جديده وضيف جديد، استنونا.